قبل آلاف السنين عرف في تلك المنطقة مثلث برمودا، إنه مثلث يختفي فيه كل شيء، الطائرات، الباخرات، ومؤخرا المعلومات. هذا المثلث يعود من جديد هنا في الجزائر وبطريقة أخرى. معنا الآن مراسلنا مباشرة من قلب الحدث سيد حسن السائح، ما جديدك؟ ما هو رأي الشارع في موضوعك؟ نعم زميلي منير، هذا ما نحاول أن نتواصل معه مع أحد المرة. أخي لو سمحت هل لي بسؤال؟ شخصي. ماذا تعنيه لك الدولة؟ دولة بياري سائقة، دولة الدولة تعني لك البياري؟ اندب امجاو صحة. وهذا ما كنا بصدده زميلي منير عن السؤال. عربية أخوي، عربية. أنا عايش عربية، أنا عارف درجة أنا. شكرا لك، وهذا ما كنا بصدده أخي منير. على هذا التدخل المفاجئ لهذا المواطن البسيط، ونمر فاصل ونواصل. كما شفنا كاين الناس بزاف تخلط ما بين الدولة والأمن وما بين الدولة والحكومة، وهذا التخلاط مع الوقت خلق سيباراسيون ما بين الشعب والدولة على حساب المفهوم العامي للناس. دونك شي هي الدولة؟ الدولة على حساب المفكرين بزاف والسياسيين قالوا باللي هي مجموعة من الناس اللي هو أنا وأنت وهو وهي وإلى آخره، يسكنوا بكل في رقعة جغرافية واحدة تربطهم روابط مشتركة ويخضعون لسلطة معينة، وهذه السلطة تتحدد على حساب النظام الحكم اللي كان في هذه الدولة. وكل دولة عندها نظام حكم، ومن الأنظمة الشائعة هي النظام الديمقراطي اللي يمد الحكم للشعب بحيث يقدر الشعب يخير الممثل تاعو أي الرئيس عن طريق الانتخاب، ولا يخير البرلمانيين تاعو اللي يكونوا وصل بينه وبين الحكومة تاعو. مالوروزمون في العالم الثالث اللي من بينهم الجزائر تعرض للنظام الديمقراطي لانتهاكات وتصرفات من قوى غير دستورية اللي كان المفروض تتصدى لها السلطات المعنية، المجلس الدستوري أو البرلمان. لكن وفي غياب هذه التدخلات تلجأ الشعب إلى المظاهرات والعصيان. والعصيان المدني هو آخر الحلول اللي ممكن نطرقوا لها حنايا كشعب جزائري اليوم، الذي انطلق حراكه في 22 فيفري من عام 2019 تنديدا بترشح الرئيس الى عهدة رئاسية جديدة او اخرى خامسة. طبعا الجزائر اليوم امام خياران لا ثالث لهما. الخيار الاول وهو اما هيكلة وتنظيم الحراك، والخيار الثاني هو القبول بنظام عسكري، ونمر بالتجربة المصرية. وكما كنا تكلمنا على تمثيل الحراك، هذا التمثيل اللي لقى رفض شعبي جملة وتفصيلة لاي شخصية يتم طرحها في الشارع نفسه. مثلا شخصية علي بن فليس هي شخصية توافقية. من بن فليس كان رئيس حكومة على بالو بلافير تاع الغاز باطل، ما يصلح. معليش سيدي فكونا منه. نروحوا لمصطفى بوشاشي، معارض وكان يعني من اشد معارضين للنظام بوتفليقة، حتى انه لي خلينا نكمل هذه باك. ممثل لجبهة القوى الاشتراكية استقال لأنه رفض عدة مشاريع قوانين. مصطفى بوشاشي منير، مصطفى بوشاشي من حركة الوطن قدام الشعب. يسمى في هذه الحالة ما كانش حلول. دقيقة وقيلة كاين حل. الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي تم استدعائه في كل أزمة يعني مرت بها الجزائر، قال خير ما عجبكمش؟ مليح. اليمين زروال هو شخصية توافقية يمكنها قيادة المرحلة الحساسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر 9 أشهر عام. احنا استطعنا ان نصبروا 20 سنة،
فما علينا إلا أن نسندوه لمدة عام ونخرج بالجزائر إلى بر الأمان. خبرك الثقة تاعكم راهي حاجة غالية يا ياسر. أمانة. يعني كيما راني نقدر الوجود نتاعكم لازم تقدروا المواقف نتاعي يا خويا. والجزائر راهي فيها رجال موش غير فلان ولا فلان. الجزائر راهي معمرة بالرجال. وحان الوقت يا خويا وخموا مليح الشيء اللي نقولوه. حان الوقت باش تفتحوا انتوما وكل كيما رانا نفتحوا المجال للشباب. سي فري درنا مظاهرات حضاريه وسلميه وصلنا لواحد النقطه تاع التحضر مش نورمال. وصلنا وين نقدروا نتقهواو في نص المظاهرات هي ماشيه وعقبناها قلنا معليش زدنا من وراها. في نص المظاهرات مدينا النوار لابوليس طيرنا الحمام نطواينا من ورا ما خلصنا المظاهرات عقبناها ثاني قلنا معليش نورمال. ميم لي فاكونس يا سبحان الله مدونا ملي فاكونس ما قبلوش قالوا ها تما انا سوسوس قلت بالك بدلوا الشعب هذا باسك وصلنا لنقطه تحضر مش نورمال. تما يا سي زبل يا سي خرا المظاهرات هذيك ما تنساش لي بلي الناس يهبطوا لها اون فامي يهبط مع ولده واحد يهبط مع امه يهبطوا مع الولاد الصغار تما ما تقدرش تهبط المظاهره وانت هز بلاكا وكازف فيها جيت نكحل معليش يا اخي ما فيها و... ايه انت هبطت دير البارح فقط الناس انا صح هبطت نكحل مي كحلت من بعيد ما هزيتش بلاكا نورمال تكحل واش فيها وما ما تقدرش ثاني تهز بلاكا تقول لهم بلي جيت نحوس على مدام معليش جينا نحيو الرايس ما جيناش نزوجوك هذه لازم تحطها في دماغك وليت حبس لك راسك بلوكيك عجبتني هذيك اللي قال لك زوجونا بغير المسلمين فور ادموزيل عينيا ان شاء الله تكونوا شفتوا علينا ما قدرنا الحلقه هذه حبسوها لنا كاين مفتون كل موسم